إنتفاء شركة سعودية هدفها اكتشاف المواهب، هدفها تسهيل عملية اكتشاف المواهب ما بين الأندية واللعيبة. هدفنا في الانتفاء إننا نخلق فرص ونسهل عملية اكتشاف المواهب للعيبة اللي تحت 18 سنة. خلينا نتكلم تحديداً كم واحد مننا، خصوصاً بما إني شايف معدل الأعمار أكثر من 18 سنة، كان يحلم هو صغير وشايف نفسه لعيب ويقدر يلعب ويحترف بس ما كان يعرف يوصل للنادي. اليوم باختصار هذا هدف كريبتفاي، الحلم اللي كان عندك وانت صغير عن طريق كريبتفاي تقدر. مهمتنا في كريبتفاي اننا نسهل مهمة التواصل ما بين الاندية واللعيبة. في السعودية الحمد لله حققنا قصص نجاح مع العديد من الاندية، عندنا شراكات مع الاتحاد، كانت مع الوحدة، مع رابطة الدوري الدرجة الاولى FDL، مع نادي العلا اللي تم الاعلان عن خصخصته قبل كم يوم. الحمد لله حققنا العديد من قصص النجاح. ان شاء الله شراكتنا مع نادي السكة الحديد اول شيء يكون فائدة للنادي. النادي حين طريقه الشراكة معنا حيكتشف مواهب، ونقول مش واحد ولا اثنين، ان شاء الله اكثر، يفيدوا النادي، يساعدوا النادي بتحقيق اهدافه، ويكون بوابة لنا انه الناس في مصر تعرف كريبتفاي عن طريق نادي السكة الحديد. احنا نبي الشغف هو الحب والاستمتاع. يعني انت تحب الحاجة وتستمتع بيها، ده الشغف. انا بحب بس ما بستمتعش، فده مش ببقى ملان. كل واحد فينا لما يحب حاجة يحب انه يستمتع بيها. وإن شاء الله إحنا لما بنقول شراكة أو تفاهم أو عمل مع شركة متخصصة في مجال تسهيل اكتشاف المواهب، فإحنا عملنا خطوات لأن إحنا نساعد هذا الأمور. الخطوات الأولى إحنا عيننا قطاع ناشئين كامل جديد على رأسهم ناس أفاضل، كباتن كانوا في النادي من زمان، هم دول اللي بيحبوا الشغف، بيحبوا ان هم يستمتعوا بكرة القدم ويستمتعوا ان هم عايشين في النادي بتاعهم. وان شاء الله نسعد بيكم وانتوا تبلغوا مرادكم في انكم تزدهروا وتبقوا افضل بينا ان شاء الله وبغيرنا، وربنا يوفق ان شاء الله. شكرا.